تمويل المحكمة الدولية حضر في اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في جلسته العادية برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، فصدر البيان بعيد الاجتماع ليثبت مواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التي أعلنها في نيويورك. يؤكد المجلس أخيرا على التزام رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي في الأمم المتحدة بخصوص قيام الحكومة بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان الهادفة إلى تحقيق العدالة والاقتصاص من قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. البيان توقف أيضا عندما أسماه انتفاضات الشعوب العربية الداعية إلى رفع الظلم والمتطلعة إلى الحرية والعدالة والعيش الكريم في أوطانها، وطالب بوضع حد فوري لسفك الدماء البريئة بغير وجه حق وانتهاك كرامة الإنسان وحياته، كما طالب شعوب العالم بالالتفات إلى هذه المأساة. أما كل ما يشاع خلف الكواليس وما قيل بشأن مستقبل المسيحيين في العالمين العربي والإسلامي، فرأى فيه المجلس استدراجا للفتنة ولتقسيم البلاد طبقا لمعايير ليست من طابع الحضارة الإسلامية.